صباح الخير وارحب بك معنا. صباح الخير صباح الخير لينا. صباح الخير لكل متابعين. هذه اول اعتقد اول جلسه نجتمع فيها نحن الثلاثه مرات دفعه واحده، وبالتاكيد ليست الاخيره ان شاء الله. ونتمنى لكل بالمناسبه لكل الامهات في العالم ان يحتفلنا بعيد سعيد لكل الامهات. وعندما نقول الام نحن نتكلم عن امهاتنا، نتكلم ايضا عن اخواتنا، نتكلم ايضا عن زوجاتنا، كلهم يعني هم كلهم امهات، وهنالك ما يعني مشروع امهات ايضا الى في المستقبل ان شاء الله. جميل سمع هذه الكلمات من الرجال. مشروع امهات، نعم. طبعا اليوم التكنولوجيا تخدمنا كثيرا في حياتنا، وسنتكلم على كيف تخدم التكنولوجيا الأمهات أيضا في حياتهم، خاصة عند الكثير من هناك الكثير من التحديات تواجه النساء في العالم وتواجه الأمهات بالخصوص، لكن لعل أبرز تحدي هو تحدي رحلة الحمل في أول الأشهر أو في أول مرة. دائما أول مرة رحلة الحمل تكون مربكة. نعم مربكة بالنسبة للأم التي تخوض هذه التجربة لأول مرة. نعم. فهنالك كثير الحقيقة من التطبيقات التي تخدم هذه الرحلة وتساعد وترافق الأم في حياتها، حياة الأمومة الجميلة التي دائما تنتظرها الأمهات. نتعرف على هذا التطبيق وهذه الخدمة ثم أعود إليكما. إذن من بين هذه التطبيقات أو الخدمات المتكاملة هو موقع بيبي سنتر، الذي يتيح للأم الحامل متابعة حملها يوما بيوم والتعرف على كل مراحل نمو الجنين وتطوراته. كما يقدم الموقع أخبار ونصائح طبية موثوقة يتم تحريرها من طرف أطباء متخصصين، ويرسل التطبيق تنبيهات دورية إلى الأم ويقترح مأكولات وتمارين رياضية مختلفة في كل الأسابيع المتعلقة بالحمل. إذن هذا أحد التطبيقات الجميلة، أحد التطبيقات الجميلة التي تساعد الأمهات في رحلة حملهن. نعم، كما ذكرت عبد القادر هو أحد التطبيقات، لأن التطبيقات المتعلقة بالمراحل التي تمر بها الأم الحامل أو المرأة الحامل تحديدا، نعم، هي كثيرة، ولكن ما الذي سيجعل هذا التطبيق بيبي ستر هو المميز عن الباقي؟ هذا التطبيق أولا هو يخدمه الكثير من الأطباء، يوجد الكثير من الأطباء يشتغلون فيه، فمعلوماته جد موثوقة، لأن حتى منظمة الصحة العالمية كانت أوصت النساء بتتبع هذا الموقع وبعض المواقع الأخرى. طبعا ليس هذا الموقع فقط، لكن هو موثوق جدا للمعلومة. نحن دائما نتكلم عن المعلومة الطبية داخل الإنترنت، ونحذر الناس من أخذ المعلومة الطبية وتطبيقها. وهذه المعلومة مجانية عبد الله؟ نعم، هي كلها خدمات مجانية، لأن هنالك بعض الإعلانات تظهر في التطبيق وتظهر في الموقع من بعض الشركات المهتمة بالأمومة والطفولة، لذلك الموقع يقدم خدمات مجانية لكن يحصل على إعلانات من طرف الشركات المعلنة. باللغة الإنجليزية؟ هو باللغة العربية، بعدة لغات من بينها اللغة العربية. نعم، متوفر أيضا باللغة العربية، ويمكنك وضع يعني يمكن للأم أن تضع عدة يعني رحلات حمل، يعني لو عندها 3 أطفال 4 أطفال سيكون عندها الهيستوري كامل، سجل كامل من المعلومات الخاصة على هذا الموقع، وتم تحميله الكثير من المرات على فكرة، يعني هو من بين التطبيقات المميزة جدا. طبعا يمكن للمستدى المشاهدين تحميل هذا الموقع، هو هذا التطبيق اسمه بيبي سنتر، ومتوفر مجانا على جوجل بلاي وكذلك على أبل ستور. نعم، شكرا لك على هذا التطبيق، يعني أكيد ستشكرك النساء على هذا التطبيق. زوجتي كانت من بين تستخدمه كثيرا يعني في رحلة الحمل الأولى والثانية، لكن في يعني شيئا فشيئا. نعم. يعني ولكن عبد القادر وجب التنويه، على الرغم من الفائدة من وراء هذه التطبيقات، لابد من مراجعة الطبيب وزيارة الطبيب كلما احتاجت المرأة الحامل إلى ذلك. لكن من بين المعلومات التي يقدمها التطبيق مثلا يقول لك الأسبوع الأول من الحمل، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، وكل أسبوع يصف حالة الجنين. هو لا يعطي مثلا شيء مثلا معلومة طبية، لكن يصف حالة الجنين، يقول الجنين الآن مثلا عبارة عن كذا، عبارة عن كذا، حجمه كذا وإلى غير ذلك. نعم، جميل. دعونا الآن نترك الأمهات يعيشن بسلام وهناء، وننتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسنخصص بقية فقرتنا للصراع المحتدم بين سناب شات وبين فيسبوك. كما تعلمون فيسبوك اقترحت قبل مدة شراء سناب شات، لكن سناب شات لم تلبي هذه الرغبة، خاصة أن المبلغ المطروح كان يعتبر زهيدا في نظر سناب شات، ومضت سناب شات قدما في تطوير تطبيقها، لكن فيسبوك لم تتراجع ولم تتوقف، وكأن الأنا متضخم لدى فيسبوك، وقررت الانتقام لنفسها من سناب شات لأنها لم تبيعها هذه الخدمة. مساكين سناب شات. نعم، مساكين جدا، خاصة عندما هذه الإمبراطورية. بالضبط،
كنا تكلمنا سابقا أسماء ولينا عن خاصية القصص التي سرقتها بين قوسين فيسبوك من سناب شات ونقلتها إلى إنستغرام، وبعد ذلك نقلتها إلى واتساب للتابع لفيسبوك، وبعد ذلك نقلتها إلى ماسنجر التابع أيضا لفيسبوك. لكن معلومة عبد القادر، يعني أنا كمستخدمة لهذه التطبيقات جميعا، أنا أسرق الستوري من السناب شات أضعها في الإنستغرام وأضعها في الواتساب بعدما تأخذينها من سناب شات. صحيح. لكن سناب شات عملت العملية العكسي، أنها سرقت من سناب شات نفس الشيء ووضعت ولكن وضعت الخاصية. المعظم يعني لا أدري، لكن المعظم يأخذ يستسهل هذه الستوري لأنها قصيرة وصغيرة. صحيح. ومثال تخزينها وينقلها. نعم. بالفعل وينقلها لهذه التطبيقات الأخرى. بالضبط. وكانت فيسبوك نقلت الخاصية إلى تطبيقاتها الأخرى، لكنها لم تنقلها على التطبيق الرسمي اللي هو تطبيق فيسبوك، وكان كأنها كانت تجرب في هذه الخاصية في التطبيقات الأخرى وترى كيف يتفاعل الناس مع هذه القصص قبل أن تنقلها إلى فيسبوك. نتابع هذا الخبر، إذ كشف موقع سوشيال ميديا توداي إن فيسبوك تجرب فعلا القصص على تطبيقها الشهير الذي اقترب من 2 مليار تحميل على جوجل بلاي فقط. وقال الموقع إن شركة فيسبوك قضت أكثر من 5 أشهر في تجربة خاصية القصص على بقية التطبيقات التابعة لها لقياس نسبة الاستجابة ومدى التفاعل معها قبل وصولها الكبير إلى فيسبوك وتوجيه الضربة القاضية إلى سناب شات. إذن القصص كما نشاهد على الصور، القصص ستصل إلى فيسبوك قريبا. إذن نفس الخاصية كما شاهدنا، نفس الخاصية تقريبا من سناب شات مع فلاتيرها مع طريقة التقاطها، كل شيء تم سيتم نقله قريبا إلى تطبيق فيسبوك والذي سمي في مواقع التواصل الاجتماعي بالوصول الكبير للقصص إلى فيسبوك، وهم يعتبروا ضربة قاضية لسناب شات. عبد القادر، أنا أنتظر على أحر من الجمر. نعم. أن تكون هذه الخاصية موجودة في تويتر، لم يتبقى إلا أن يوجد. نعم، أن تكون في تويتر. نعم. نعم بالضبط، وقد تصل إلى تويتر في يوم من الأيام، يعني الأمر لأن كنا نعتقد أن فيسبوك لن تهتم بهذه الخاصية، لكن في النهاية اهتمت بها وأخذتها من سناب شات إلى تطبيقاتها الأخرى. ولكن ألا تظن أن هذا الزخم في فيسبوك نفسه، يعني نعم، هنالك العديد من لنقل المميزات في فيسبوك التي تم أخذها من تطبيقات مختلفة. نعم. ألم يشتت هذا متابع فيسبوك أو مستخدم فيسبوك نفسه؟ يعني سناب شات مختص بالستوري مثلا. نعم. إنستغرام كان مختصا بالصور، الآن أصبح الصور وستوري، ولكن فيسبوك هناك العديد من الأمور الجامعة للتطبيقات المختلفة، هنالك ما يجمع تويتر، ما يجمع إنستغرام. يعني ألم يشتت المشاهد؟ أصبحت التطبيقات كثيرة، حتى وصل الأمر بالمستخدم لا يعرف أيهما هو الأفضل. صحيح. يستخدم هذا التطبيق أو يترك الآخر. لكن أسماء، فيسبوك عندها رؤية الآن تقول أنا أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، لدي حوالي 2 مليار مستخدم. نعم، لدي حوالي 1 مليار مستخدم. لماذا أجعل المستخدمين يذهبون إلى تطبيقات متشتتة، يأخذ الستوري من سناب شات ويأخذ التغريدات من تويتر ويأخذ صور من، لماذا لا أجعل كل هذا في تطبيق واحد ويأتي كل الناس عندي؟ لذلك هنالك دائما سؤال كبير يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، ما الذي يجب أن تفعله سناب شات حتى تتطور وحتى لا تفقد قيمتها في السوق وحتى لا تبتلعها فيسبوك في يوم من الأيام؟ ربما فلترات أجمل ممكن، لكن هنالك دائما دعوة إلى تطوير نفسها. هذا الفيديو الذي سوف نعرضه اليوم من إنتاج زميلنا إسلام في التواصل الاجتماعي بعنوان سناب شات التطور أو الهلاك، يا إما نعم تتطور أو تهلك. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود للتعليق عليه.
سؤال أخير جميل كان يقول معد الفيديو، هل سيكون رمز الشبح؟ صحيح. نعم هو نعم، هل سيكون شبحا في لسناب شات في المستقبل؟ وإلا يجب عليها أن تتطور كما قال في الفيديو هذا، أنه الستوريز ليست عبارة عن تطبيق إنما هي عبارة عن ميزة يمكن أن تجدونها في فيسبوك. نعم، سنعيش ونرى إن شاء الله، سنرى في الأيام القليلة المقبلة. شكرا لكم، أراكم بخير.